والوقاية خير من العلاج. إيه المشكلة إن إحنا يكون عندنا يوم في الأسبوع بنعمل كنترول على الأكلات بتاعتنا، على مشترياتنا؟ إذا بنروح للسوبر ماركت أو بنروح لبتاع الخضار نشتري من عنده الحاجة بتاعتنا. إحنا النهاردة مشترياتنا لطيفة وبسيطة، صدور فراخ تقطع شرايح، معانا بسلة ومعانا جزر. هنبدأ النهاردة دلوقتي مع طبق رز جامد جدا فيه كل العناصر الغذائية، إذا كان معادن، فسفور، بوتاسيوم، فيتامين سي، كربوهيدرات، نشويات، اللي هو الرز بالبسلة والجزر على طريقة الشيف المغازي. معانا بسلة ومعانا جزر، حلو آه زي الفل، وبصل وتوم وقليل من الشبت وروزماري، والرز المصري بتاعنا سيد الموقف. مقادير بسيطة وسهلة، وطاسة على النار وقليل من زيت الزيتون، مفيش لا سمنه ولا زبده. الرز طالما ما استخدمنالوش لا سمنه ولا زبده الرز امن. اللي يقول لك الرز بيتخن، الرز بيزود وزننا خالص، بالعكس الجسم محتاج لكربوهيدرات ونشويات بتاعه الرز بتاعنا بالذات. العود الروزماري ده حلو كده اهو، في قلب شويه الزيت، في ليفر وطعم اهو زي الفل. بصلايه ناعمه، حلو الكلام، فص ثوم محترم حلو كده، ونقلبهم مع بعض. شفت انا عملت ايه في الاول خالص؟ حطيت ايه يا عم الشيف؟ عود روزماري او زعتر والتومة الحلوة، ونقلبهم مع بعض. شوية الرز خلاص هنا كده تعرف عنوانهم كده. السر في العود الزعتر اللي انا حطيته في الزيت، خد الصدمة، اداني فليفر حلو، شامم دلوقتي لا بصل ولا توم خالص، مفيش ريحة للبصل ولا للتوم. وانا بحمر كده زي الفل، ما تستنيش على البصلايه لما تتحمر منك وتتحرق، خلي بالك هتغير لك طعم الرز. ننزل بالبسله والجزر، اللهم صل على النبي. القطع الحلوه والشيك دي المطبخ ده يعني بصوا مملكه كده، لما تخش المطبخ وانت مزاجك رايق تعملي اكل باقل تكلفه، ممكن تعملي سفره زي الفل. يعني انا دايما مع يعني لما نقول مثلا عايزين نعمل اكل نقعد نكلف ونجيب، انا ضد الجو ده. يقول لك يعني انزل بقى على السوبر ماركت اشترف لي مثلا مبلغ وقدره، طب ما تغاز ايه الفرق بينه وبين اي حد ممكن يطبخ؟ الشطاره في انك انت تجيبي تكلفه قليله وتشوفي ايه اللي في الثلاجه عندك وايه الحاجات البسيطه وتبداي انك تعملي منها اكل ولطيف وجميل. بصلايه هنا اتدورت مع البسله والجزر مع التومه مع الروزماري مع الزعتر، الطعم. ننزل بالبهارات بتاعتنا، البهارات بتاعتنا يبقى حبينها تكون ايه؟ الرز واخد سكه الكاري نحط كاري، الرز واخد سكه البهارات كمون وكزبره مفيش مشكله واحنا مع بعض. شويه كركم حلوين، هيبقى الرز هيطلع معانا اصفر. التوابل على فكره بتنزل من الوزن، شويه كمون حلوين عشان الغازات بتاعه البسله اللي معاه مشاكل مع الغازات، حلو. الملح والفلفل بتاعنا، عايز الرز ده سبايسي حط في قلبيه شويه فلفل حار بالشكل ده كده تبلت انا الجزريه بتاعتي مع البسله. الله الله على الريحه الحلوه اللهم صل على النبي. الرز المصري اتغسل مره اتنين تلاته، بعد ما يتغسل الرز المصري عشان ما يعجنش منك بتعملي ايه؟ بتصفيه من الميه كويس وتسيبيه على جنب. جالك تليفون من جوزك قال لك خلاص مش هنتغدى، ما تعمليش غدا، الراجل مش عايز يتعبك في المطبخ، مش هتخسري حاجه، الرز زي ما هو كده بتشيليه في التلاجه. ما خسرناش حاجه زي ما هو، بتحطيه في التلاجه يقعد معاك يومين ثلاثه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الرز بيتكلم مصر في قلب الحله. نقلب دول مع بعض، الله. انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه دي كده والله العظيم احلى من الرز اللي بالخروف. عايزه تجودي مفيش مشكله، هاتي لحمه مفرومه متعصجه عندك لو في الثلاجه، فيه حط شويه لحمه مفرومه، بيت احسن مني. عندك فراخ مفرومه هاتيها وحطيها مع الرز بالبسله والجزر، بيتي احسن مني. عندك شويه جمبري لحم حلوين هاتيهم وحطهم مع البسله والجزر. قلبت على بايلا نقلب كده زي الفل، تمام. هنا بقى الايه الخبره، عندنا بسله يعني فيها سوائل، عندنا جزر يعني فيه سوائل، عندنا الرز بتاعنا مغسول وبعد ما اتغسل مرة واثنين وتلاتة احنا راكنينه على جنب. هنا كمية السائل قد ايه بقى؟ المدرسة الطهوية بتقول ايه؟ كوباية الرز
المغسولة مسبقا بتاخد كوباية وهسة من المية. حلوة. والرز لو قعد نص ساعة على نار هادية بتاخد كوباية بكوباية. طب نعمل ايه يا عم الشيف؟ احنا معانا المية بتغلي على النار ومعانا مخرج شاطر وانا هنزل بالمية لغاية لما تقول لي ارفع ايدك. شوف ازاي. من غير عيار خالص. من غير عيار. يلا يلا هنزل بالمية كلها. هو ده بس خلاص. خبرة طوية انا هزها كده هزة. تبقى المية بسوى الرز في حالة وجود سوائل زي البسلة او الجزر والرز مغسول. هنا عيار المية كله بسوى واحد زي الفل. لا دي معلقة تحطي معلقة من دول كده. في حركة كده بس هي مش طبيعي مش بتكون بتدايم يعني. المعلقة تثبت في قلب الرز بالشكل ده كده. ثبتت كده ووقفت كده يبقى العيار ايه زي الفل. طبعا لو سبناها كتير هتلاقيها لزقت في قلب الرز. الرز كده جاهز زي الفل. اغطيه واتقل على الرز لما يستوي. اخبار الرز ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. شويه رز جامدين جدا. لا الرز ريحته تقول لك بقى انا بالخروف، رز بالمكسرات، رز باللحمه المفرومه، هو طلع نزل رز بالبسله. بس شوف المغاز مجود بقى فيه. ريحه الكركم فيه رهيبه. البصليه لما اتحمرت مع التومه، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ هنا فيتامين سي، هنا بوتاسيوم للسيدات الحوامل والامهات ربنا يديهم الصحه. هنا زعتر، هنا روزماري، هنا رز كربوهيدرات ونشويات. اصبح الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه اللي بتناسب افراد الاسره حسب اعمارهم. زي الفل. انا هغطيه تاني واسيبه. لا استخدمت لا زبده ولا سمنه. كل استخدامي هنا معلقتين زيت زيتون فقط لا غير. اغطيه ولا اخليه زي ما هو كده؟ نخش على اللي بعده. نغرف الرز الاول، ايه رايك؟ الرز جاهز. يلا. نطلع فاس ولا نغرف رز؟ حاضر يا حبيبي. تعال نغرف شويه الرز الحلوين دول اللي انا فرحان بيهم دول. شويه رز انا شخصيا بحب الطبق ده، وساعات بنعمله بالمشروم. وساعات نحط له لحمه مفرومه، وساعات نحط له ايه دجاج مفروم. الله ايه الحلاوه دي يا شيخ. ريحه الكركم مع الكاري مع التوابل. شفت حبات الرز سابقه البسله والجزر. اللهم صل على النبي. وتعشى وعملنا اكل دايت، لا حطينا لا سمنه ولا قشطه ولا زبده. بصراحه يعني هتقولي الرز ده بقى انا عامله رجيم وشكل؟ لا بالعكس، على مسؤوليتي انا، على مسؤوليتي. على فكره مش عايزه رز، ممكن تستخدمي بداله برغل. احنا عارفين البرغل منتجات القمح الخشن. برغل بيطلع من القمح، برغل ناعم او خشن. برغل الناعم بنستخدمه في الكوبيبه، والبرغل الخشن بنستخدمه في الاطباق بتاعتنا. الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. تمام كده زي الفل. نشيل ده كده. والصوره الحلوه بتكلفه قليله جدا ببساطه وسهوله ومرونه تتحدث عن نفسها. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوي فراخ ازاي بزيت الزيتون مع الاعشاب. والنهارده الاكل هيلسي دايت ريجيم، ودايما نقول لك الوقايه خير من العلاج. يوم في الاسبوع على الاقل، اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. والصحه تاج على رؤوس الاصحاء. اكلنا مهم جدا. شكرا. من مزبيرو دايما بنشوف الرؤيه والفن والابداع. شكرا.